نعطيو الملف. الملف ديالنا سيدي راه يعني من الجنحيه للاستئناف للجنايات، وهذا كان يعني عندنا الثقه في العداله الحمد لله. هذا يعني هذه المسيره ديالو الحمد لله، عندنا الثقه في العداله وعندنا الثقه في سميتهم المكلفين بالعداله وعندنا الثقه فيهم، وكنطلبوا الله من جلاله الملك باش يوقف معنا ويكون هذه كل الاستشاره ديالو ان شاء الله، وكنطلبوا الله يرجعوا لنا فليساتنا، راه حنا ضايعين بزاف. انا بالنسبه لي انا رانا راجل شيباني، راه 84 74 عام في عمري، دابا انا مشاو لي فليسيتي فوقاش. انا كنتمنى ما الله اعلم شحال باقي في عمري، كنتمنى باش ندير السكينه ديالي وسكينه لوليداتي حتى صدقت وليداتي في الخارج، نزيرهم باش نجد لهم الطريق باش ياك الله يدخلوا فليسات ويكون سميتو ديالنا، باش منها الاقتصاد ديال البلاد يتحرك، ومنها يعني هما يلقوا فيه اللي كمل الروتين ديالو يدخل البلاد. شحال الحاج المبلغ ديالك انت؟ شحال باش دخلت؟ 83 مليون. 83 مليون يعني مبلغ ماشي سهل، راه يعني الانسان اللي ملي كنذكرها كاين اللحم ديالي كيتبرش، راه ما كيدينيش النعاس، لان هذا الشيء ماشي معقول. وكنطلبوا من الله باش العداله تنصفنا وسميتو، والدوله راه عندها بزاف الحلول، بزاف الحلول باش تقدر تنصفنا ونقضيو الغرض للجميع، وما نضيعوا لا حنا ولا حتى شي واحد ولا سميتو. وان شاء الله يحيى الملك، ونتمناو من سيدنا الله ينصرو باش يوقف معنا. حنا اليوم السلام عليكم، حنا اليوم جينا ناكدوا على العداله ديال القضيه ديالتنا، على اننا مظلومين هذه 3 شهور وحنا تنعانيو. حنا مجرد ناس دفعوا في واحد العقارات وعن طريق القانون، يعني عندنا الوثائق ديالنا والموثق وكل شيء، حنا بالوثائق ديالنا باش داز الملف الجنايات، لان كل ما كانوش عندنا الوثائق وما غاديش يدوز الجنايات. ولكن اليوم هو يوم حاسم لان المتهم هو استأنف الحكم وبغى يرجع للجنحي، وحنا تنطالبوا، وحنا متاكدين من نزاهه القضاء ومتاكدين من ان القضاء غينصفنا، ولكن فقط واقفين هنا باش نبينوا على اننا ضحايا، اننا ماشي اشباح كيف ما هما شركه وهميه، رغم اننا تعاقدنا مع شركه عقاريه عندها الوثائق ديالها لوغوجيستر كوميرسيال، ودابا تيقولوا لنا باننا مشينا عند مول الحانوت. يعني على من تضحكوا هاد الناس؟ على من تضحكوا؟ حنا ما مشيناش عند مول الحانوت، حنا شرينا عقارات عن طريق القانون. الناس الضحايا، الناس ماشي اميين، الناس قاريين ومثقفين، محامين، قضاة، ربابنا، اساتذه، الناس على بال. يعني كيفاش هاد الناس غادي تنصب عليهم؟ حنا ماشي مغفلين، حنا ضحية عصابة إجرامية بمعنى الكلمة. وهاد الناس اللي معتقلين دابا راه خصهم ماشي خص العدالة تاخذ ضدهم الإجراءات اللازمة. ولكن النقطة المهمة، حنا المهمة هي الأموال ديالنا، بغينا نعرفوا فلوسنا فين مشات. بغينا الأموال فوت 70 مليار، يعني الأموال، الملف ثقيل جدا، ثقيل بعدد الضحايا، ثقيل بالأموال المنهوبة، ثقيل بالتداعيات ديالو النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وثقيل لأنه ما تيضمش غير الضحايا من المغرب، فهو كاينين ضحايا من الخارج. أنا سميت هذا الوردي هو عابر للقارات. علاش عابر للقارات؟ لأن كاينين ضحايا من اليابان، كاين واحد الأخ من اليابان، كاين واحد الأخت من أستراليا، كاينين اخوان من اسيا. يعني هذا السيد راه ضحك على العالم باسره، هذا راه ملف ثقيل ثقيل جدا. هذا الملف غيأثر على السمعه ديال البلد، وحنا البلد ديالنا راه تنبغيوها، تنموتوا على ترابها، وتنبغيو الملك ديالنا، وتنخرجوا باسم الملك. يعني حنا واثقين في القضيه ديالتنا، واثقين ان الله سبحانه وتعالى غينصرنا، واثقين في سعه صدر العداله وفي نزاهه القضاء، واثقين حتى في جلالة الملك. يعني حنا تنطلبوا منه التدخل شخصيا في هذا الملف، لانه ما غاديش يرضى بالظلم، ولانه هو اكبر محارب للفساد. يعني هو في الخطابات ديالته كلها هو ضد الفساد، ضد مافيا العقار. من هذا المنبر كنناشد محمد السادس يوقف لنا في القضيه ديالنا. انا كان من الجاليه، يعني كنناشد جلالة الملك باش يناشد الجالية يشوفوا ولادو اللي كيتعبوا في الغربة ودخلوا فلوسهم باش ينصبوا عليهم نصابين. أنا جيت في سماب 2018، جا فيها البكفاوي محمد الوردي محمد الخياري، الله ياخذ فيكم الحق في هذا النهار. جاو نصبوا علينا، جاو عندنا البلاد
بلاد الغربه اللي كنتعبوا فيها خصهم يشوفوا المعاناه ديال المهاجرين. حنا كنفيقوا مع الخمسه د الصباح كنعانيو 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 تلجلي وصلينا تركبينا. انا بفضلات يعني انا عندي دابا لاكتروز عندي الهشاشه. انا كنت في لوبيطال درت عمليه خارجه كنشوف بان باب دارنا مسبوع على باب دارنا. يا هذه الكارثه. دابا انا راني بلوكيا الله ياخذ فيهم الحق. منين غنجمع الفلوس دابا؟ منين غنجيب الفلوس اللي نصبوا عليا فيهم؟ انا ما يمكنليش نجمع الفلوس 30 مليون اخويا 30 مليون يعني ما يمكنليش دابا نجمع الفلوس. وانا دابا ما بق... يعني الدوله منعاني من الخدمه يعني ما نقدرش نعوض 9 مليون اللي داو ليا. قالوا لنا ريزيرفي قال لي البكفاوي والوردي قال لي خاصك تعطي فلوسك هنا. قال لي لا خويا راه غندخل حتى المغرب باش نشوف الارض يعني ما يمكنليش نشري حوت في البحر. ودخلنا بالفعل دخلت في 2018 يعني اخر ديال 2006 دخلت شفت مشيت شفت الارض وشفت هذه. قلت لهم اخويا نعطيكم 5 مليون. قال لي لا. قالت لي امينه اخ كنوش ولا اخ نشوف الله ياخذ فيها الحق حتى هي. قالت لي لا الا دفعتي غادي نقصوا لك 8 مليون وابارتمون موبلي. يعني قلت لها دابا حاليا ما عنديش الفلوس ولكن غنحاول يعني التليفون باستمرار يعني يوميا واش وجدتي الفلوس واش وجدتي الفلوس. المهم حاولت وجمعت الفلوس وتسلفت من عند خوتي ومن عند كل شيء باش جمعت هذوك الفلوس وديتهم لي. وللاسف وللنصابين انا دفعت لهم الشيك مع 10 الصباح الجوج ديال الكورسي ديالهم كيتخلص في البنكه. عيطت لي البنكه قالت لي مدام مادام واش الفلوس ما كاينينش في البنكه وتعطي شيك بهذا لاصوم. قلت لي لا ما علاش من الشيك عطيته. انا قلت لهم انا الخطا اللي درت ما درتش فيه التاريخ. هما جاوا تخلصوا فيه في نفس الوقت يعني في نفس النهار. يعني ربي عطاني علامه بان هادو نصابين ولكن انا تعاميت على تعاميت يعني كنعترف بالخطا ديالي باني تعاميت لان كنت ندير التاريخ. انا كنصحب لي ما كنتعامل مع شركه عقاريه ولكن كنت انا ما عرفنيش باني تعاملت مع نصابين.